نروحوا نشوفوا أول مقال حول ياسين محفوظ. فادي حداد قدوة ياسين محفوظ. علاش فادي حداد مع أنه كاين مخرجين بزاف في الوطن العربي يقدموا صورة جميلة جدا، يقدموا إخراج مميز، علاش بالضبط فادي حداد؟ علاش بالضبط فادي حداد؟ هما اعتمدوا على هنا باسكو فادي حداد كومونتي له اوني امي سور فيسبوك. دونك علاقتي بفادي حداد في السوشيال ميديا كاين تجاوب، يحكي معايا. بالصح هو ثاني قدوه بالنسبه لي، لكن انا ما عنديش قدوه واحده. انا كاين بزاف مخرجين اغلبهم لبنانيين نعتبرهم قدوه ليا لان نحب خدمتهم. فادي حداد، سعد الماروق، يحيى سعادة ربي يرحمه، إنجي جمال، كاين بزاف مخرج، جو بوعيد، وكل واحد عنده لمسة تاعو ويعجبوني كامل. هادو ما بالنسبة لي قدوة أنا، لكن الوحيد اللي أنا على اتصال به هو فادي حداد. دونك على بها بالك استعملوا ولا هذا الشيء اللي خلاهم يقولوا فادي حداد قدوة ياسين محفوظ. صح، فادي حداد ابدع في اخراج كليب لنجمه جزائريه اللي هي كاميليا ورد. صح، انت شكون من الفنانات العرب اللي انت راك حاب تخدم معها، حلمك انه تصور لها فيديو كليب؟ مريم فارس بدون اي تردد. مريم فارس نحبها بزاف. وعلاش مريم فارس؟ ماشي باسكو نحبها برك كفنانه، مريم فارس فنانه استعراضيه وممثله وصوتها شباب وتغني جميع الطبوع. ثم حنكون محظوظ في الكليب معها لانها حتمد اكثر من وش يحب المخرج. دونك مريم فارس من الفنانات اللي نحب ان شاء الله يجمعني معها ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوا كليب لملكه المسرح مريم فارس بتوقيع مخرج جزائري اللي هو ياسين محفوظ.